فيما يخص المقابله القادمه ما نجحتش. كاين نوع المقابله القادمه؟ أنا امتحان شريعة مقابلك كل المقابلات. أنا عندي هذه مقابلة مهمة ككل المقابلات، وعندي كل مقابلة مهمة. نلعب مع القل، نلعب مع الورد، نلعب مع الشاوية، ما كانش يعني فرق ما بين المنافسين نتاعي. اليوم هبطت يعني، راه قمت بجولة نحو الملعب في التدريب نتاع اليوم، هضرت تكلمت مع اللاعبين نتاعي، قلت لهم المقابلة نتاع يوم الجمعة مصيرية ككل مقابلة. أنا عندي كل المقابلات مصيرية، نلعب الله كوب ديمون كي يجي هنا في بلادي، نلعب الله كوب ديمون، والنقاط الثلاث ما نتنازلش عنها. يعني هضرت بلهجة شوية قوية مع اللاعبين يعني باش ما يكونش تهاوي. في الأخير نشكركم على قبول الدعوة. كلمة أخيرة لأنصار الشباب عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. الأنصار يعني تحية كاملة للأنصار، يعني ورونا وجه مبشر بالخير في اول افتتاح للملعب. نقول لهم واصلوا انتم يعني كلاعب رقم 12، واصلوا بهذه الطريقه ان شاء الله نروحوا بعيد. كانوا يقولوا بلي انصار شباب مسكي كذا شويه ما متخلقينش، انا راهم وراو صوره جيده يوم المقابله مع جيجا، ان شاء الله يكونوا خير من. وتحية كاملة، وأنا شكرتهم سابقا، نقول لهم واصلوا على هذا المنوال، يعطيهم الصحة. شكرا. بارك الله فيك.